طب وإيه قرار ممكن تكون ندمت عليه يا كابتن محمود لو رجع بيك الزمن ما تاخدوش تاني؟ بص، هو ممكن في بعض أندية رحتها بعد النادي الأهلي، يعني أنا كان نفسي إن أنا أروح مكان أعلى بيه. ممكن يكون اختياراتي لبعض أندية رحتها بعد النادي الأهلي، هو دي القرارات اللي أنا ممكن أكون ندمت عليها. طب وقرار فخور بيه ولو رجع بيك الزمن هتكرره تاني؟ بص، هو القرار الفخور بيه إن أنا لعبت في النادي الأهلي، شرف طبعا لأي حد. كلمة شرف مش أي حد بيقولها، ممكن تحسيها زي ما أنا هقولها. كلمة النادي الأهلي طبعا، اللي لعب في النادي الأهلي وجوه النادي الأهلي حتى لو قعد أسبوع، لا فعلا هو شرف ليه إن هو تواجد وسط النادي الأهلي. بلس إن أنت كنت متواجدة في جيل زي ما قلت لك منتخب مصر، كان فيه 14 15 لعيب في منتخب مصر. بلس معاك مدير فني كبير جدا زي مستر مانويل. بلس إن أنت موجودة وسط جهاز فني كبير ومجلس إدارة كابتن حسن حمدي وكابتن محمود خطيب. فكلمة شرف دي إن أنا أكون متواجد في النادي الأهلي، حطي معاها الأربع حاجات اللي أنا قلتهم لك. فده قرار فخور بيه طبعا، إن أنا شاركت حتى لو دقيقة في الملعب مع النادي الأهلي. أكيد حتى طبعا لو أنا يا ما كابتن، كنتش، وواصلني والله لا صدق كلام حضرتك. حتى يعني لو أنا ما كنتش أرضيت طموح الجمهور النادي الأهلي أو أرضيت طموحي أنت الشخصي، اتظلمت يا كابتن، يعني بس طبعا الظروف يعني أكيد إنه كان وقت فيه نجوم كبار وقتها، وكان مستر مانويل جوزيلي فكر معين وكده، فكان يمكن وقتها الظروف فعلا زي ما حضرتك قلت ما ساعدتكش قوي. أكيد.